دابا شنو اللي طرا؟ انا دابا تعينت على رأس الإدارة ديال الصقات هادي تقريبا 3 شهور ياك، دخلت على اختلالات مالية، الطريقة باش كانوا خدامين ماشي هي هاديك، ما كتمشيش مع المعايير ديال القوانين المعمول بها، لا في الصفقة العمومية ولا في سندات الطلب. يعني كانت واحد الاعتباطية في التدبير انكرويابل. دونك مؤسسة عمومية غادا هكاك، السيدة المختصة كتجي تجيب لي فاكتورة مرة 80 مليون مرة 70 مليون مرة هادي، وكتقول لي خلصي، كنقول هذا المال العام، جيب لي لي جوستيفيكاتيف باش نخلص هذا ولا هذا ولا هذا. كنقول انا ما عنديش مشكل، انا الحاجة اللي كتسال الدولة نخلصها، ولكن تكون مبررة جوستيفي. داكشي بيان سور داكشي ما عجبهاش، لان 11 عام وهي خدامة في داك لو بوست 11 عام. شنو نقول لك؟ ماشي زرع العروق، اكثر من العروق، لي فورنيسور مالين المارشي الى اخره، شد تيليكوموند دير اليوم. شنو اللي غادي يديكلونجي المشكل الحين؟ كانت دارت واحد لابيل دوفر ديال ريمونطاسيون ديال الماكله، وهذيك الماكله المونطون ديالها شي 200 مليون وشي حاجه. طبعا انت في جرة العاده كدار كوميسيون كيعينها المدير ديال المستشفى، انا اللي عينتها رئيسه ديال لا كوميسيون. ايوا منين دارت هاد لابيل دوفر وتقدموا بمجموعه من الشركات باش يفوزوا بالصفقه، سيده ايكارطات وحدين، ايكارطاتهم بدون وجه حق، وبالتالي هما وجهوا شكايات ليا، وجهوها للوزاره وداك الشيء. منين انا قريت البي في وقريت لابيل دوفر كامله، لقيت بان بالفعل هاد الناس ايكارطاو بدون وجه حق، فقمت بالغاء هذاك لابيل دوفر وعاودت المسطره باش لونسيت واحد اخر جديد. هادشي في اطار انني كندافع على الشفافيه وعلى الحق ديال جميع الشركات باش تحصل على صفقه، لان هذا علما ان هذا البغاز سنين هو شاد داك لوبيتال، سنين 11 سنه مسؤوله ديال القطب الاداري. اي مسؤول في المغرب كما كان هذا، الا كانوا العمال الاولاد كيحولهم صاحب الجلاله كل 4 سنين، فما بالك بهادو رؤساء الاقطاب، وحنايا كلنا كنتحولوا في 4 سنين. كان جينا 3 شهور جيوب المقاومه للاصلاح، جيت نصلح، لقيت المستشفى على شفير ازمه قلبيه، قريب يدير اريك ماشي ازمه، مفكسه قلبيه في جميع الميادين. لقيت الكريديات بلا عدد، حددت ولا حرج، غير الموض والتليفون 75 مليون ديال الكريدي. كيفاش الموض؟ غير الموض والتليفون لقيت كيسالونا 75 مليون. قول لي انت هاد المسبطار هذا كيفاش كيخلص كل عام وعنده كريدي ديال 75 مليون؟ هادشي اللي كان تيدل على شي حاجه، فهو كيدل على سوء التسيير لا المالي ولا الاداري للاداره السابقه بما فيها المدير السابق كلهم، هي وهذيك. ونزيد حاجه اخرى، المدير السابق كان جراح ديال الاطفال، كان تيدوز وقته كله في البلوك، السيده هي اللي كانت المديره الفعليه ديال المسبيطار. انا منين بغيت نمارس صلاحياتي كامله، هي بغات ديرني صوريه، تجيب لي تقول لي سني سني، ما تسنيش ما تسنيش، دوزي لهذا دوزي لهذا. انا جيت نخدم بالنزاهه، انا جيت باش نخدم بما يملي علي ضميري، ولكن للاسف الشديد الوسط ديال المغرب مازال ما مستعدش باش النزهاء يتحطوا في مناصب المسؤوليه، لانني تحاربت بشتى الوسائل، تحاربت لدرجه ان الشركات بدون ما يعلموني 15 يوم حبسوا لي الماكله، حبسوا لي النيتواياج، وراسلت الوزاره حاولت حليت المشاكل ديالهم. السيده سدت لي على لي ماكازان، دات لي على لي دوسي ديال الصفقات العموميه، راسلت المندوبه، راسلت المدير الجهوي ولا من مجيب، راسلت الوزير ولا من مجيب. وفي الاخر كنتفاجئ البارح كينزل الخبر ديال الاعفاء ديالي انا وياها. فهل من المعقول ان السيده جات 3 شهور، جات باش تصلح، جات القتلوبيات تماك، جات غتصلح وتجي انت كوزير وتحيدها مع واحد 11 عام،
وانت ادرى بان ما يقع، انت تعرضتي لهذا الشيء في الوزاره ديالك، وتجيب جره ستيلو تخرجني ديك هذا. ونزيد حاجه اخرى، انا مشيت نجيب حوايجي الباح تعليمات تعطاهم في الباب انه ما يسمحوش لي ندخل. تخيل انت هذه الاهانه اكثر من هذا. ودابا راه لقيتيني كتبت الرساله ديال استقالتي الامين العام، وان ما بقاش كيشرفني انني نكون ضمن القيادات ديال الحزب اللي كيدعي انه كيدافع على النزهاء والشرفاء. حيت اكبر دليل على هذا الشيء هو ما حدث البارحه. طلبت الاستحقاق المالي وكان فعلا الوردي فعلا كما يدعي باغي يصلح، كان غيصيفط لي انسبكتور جينيرال. جيت فتحت لي دوسي، فينا هما؟ تخيل سدوا لي البيرو بدو قفوله، خافوني نخرج لي دوسي. كاين صفقات على الورق، كاينين في الوراق ما كاينينش في الحقيقه. مشاريع بالملايين، شوف راسك بان الميزانيه ديال السبيطار جوج المليار. هادشي كامل خوفا انني نهضر، بغاو يجمعوا الدوسي باق 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 والتفادي والتفادي. فهذا واش هذا اللي كنت كنتظرو من الوزير اللي 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 كنت انا كنقرا عنده، اللي كان قدوه بالنسبه لي؟ شي كنت كلشي نظن انه يقدر يظلمني الا الوردي، الا الوردي. ولكن تفاجئت بقرار الاعفاء ديالي ثلاث شهور ما درت فيها والو، خدمت وكونتخيغ الجميع يشهد، بيرسونيل كله مصدوم، بيرسونيل كله مصدوم تيقول لك طبيب احنا بغيناها كيفاش مشات وبغات تصلح. شوف تي في بوايما علاش؟ بوغ فيغ بليزيغ للمندوبة والمدير الجهوي اللي هما في العدالة والتنمية اللي هما معاهم في الحكومة. مش أنا كنأدي الضريبة ديال المحاولة ديال الحزب ديالي باش يحافظ على التحالف ديالهم على العدالة والتنمية؟ ما على العدالة والتنمية وباغي يحافظ على داك الشيء، لأن المندوبة براسها متورطة في الصفقة وعندي الورق ديالها. بغاو يدافعوا على المندوبة والمدير الجهوي وداروني كبش فداء باش يحافظوا على التحالف الحكومي. وكنحمل المسؤوليه الامين العام ديال الحزب ديالنا، كنحملوا المسؤوليه ايان الله، كنحملوا انه كما دار في الكتله ضحى بالكتله ضحى بيا. دابا حتى انايا كون كانت النزاهه كون كان سيدنا على علم بهذ الامور ما نظنش ان هذا الشيء غيوقع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون. وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.